دكتورة غادة، يعني هنعود بقى إلى عملك بالتفصيل شوية. ماذا تؤدين في مجالات مختلفة منها مكافحة الفساد؟ هذا المكتب بيأدي إيه؟ مجال مكافحة الفساد من المجالات المهمة جدا، ومصر استضافت من حوالي شهر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد. كان الشريك لنا هو هيئة الرقابة الإدارية، وكنا داعينا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، فكان موجود في مصر 154 دولة يعني لمدة 5 أيام جلسات متواصلة لوضع خطة العمل للعامين القادمين. ده مؤتمر بيعقد كل سنتين، بتعقده UNODC وبتستضيفه دولة من الدول. المرة القادمة سيتم استضافته في الولايات المتحدة، دولة بتتقدم بطلب استضافة وبقية الدول بتوافق. من سنتين كان عقد في دولة الإمارات العربية. بنتكلم عن كيف يتعافى العالم من وباء كورونا ويكافح الفساد في نفس الوقت، وإيه مخاطر الفساد اللي جت مع الوباء، الإنفاق الكبير اللي تم في مجال القطاع الصحي، كيف نكافح الفساد في مجال القطاع الصحي. كلمنا عن التطعيمات، الفساد في تصنيع أو بيع أو توزيع التطعيمات. اتكلمنا عن الإقبال الشديد على شراء أجهزة صحية، كيف نواجه الفساد في عمليات الشراء والمناقصات الحكومية والمزايدات، وكيف نواجه أيضا الفساد من خلال أن بعض الشركات اللي بتبيع أجهزة فاسدة وأدوية فاسدة استخدمت الإنترنت وحاولت أن هي تستغل تكالب الدول واحتياجها لشراء هذه الأجهزة وهذه الأدوية. كيف يتعافى يعني ده مجال غير إنساني على الإطلاق. ولكن بصي، الجريمة ما لهاش يعني حدود ولا تراعي الإنسانية في شيء، بالعكس في كل مرة بيكون في أزمة عالمية بتجدي من يستفيد من هذه الأزمة على حساب الضعفاء، على حساب الفقراء، على حساب الدول الأكثر غير المستقرة وغيرها. وبالتالي المؤتمر الحقيقة ناقش موضوعات مهمة جدا، وبيحط خطة عمل تشتغل فيها الدول مع بعض. وضع مثلا تصور لآلية تبادل المعلومات، فأعلننا عن شبكة اسمها جلوب، وجلوب هي شبكة معلوماتية بتوصل كل اللي بيشتغلوا في مجال مكافحة الفساد من المحققين، علشان لما يكون في قضية عابرة للحدود، ومعظم القضايا بتكون عابرة للحدود، ازاي يتبادلوا المعلومات، وازاي التشريعات تبقى متوائمة مع الاتفاقيات الدولية، وازاي انهم يقدروا يسيطروا على الفساد في المجالات المختلفة. اتكلمنا عن التجارة غير المشروعة وهروب الأموال بشكل غير شرعي وغسيل الأموال. مسألة غسيل الأموال دي مسألة شديدة الخطورة، يعني قلنا أفريقيا بتفقد 80 مليار سنوياً أموال مهربة وأموال فاسدة بتخرج من أفريقيا. شوفي لو 80 مليار دول 80 مليار دولار استخدموا قعدوا في أفريقيا واستخدموا في التنمية، ده بيمثل نص اللي أفريقيا محتاجاه عشان تحقق أهداف التنمية. عندنا أيضا كان في رقم كبير قوي، 80 مليار دولار. طيب كيف تخرج؟ يعني إيه وسائل خروجها؟ أشكال كثيرة جدا طبعا. في يعني محتاجة وحدات التحريات المالية في البنوك المركزية بتلعب دور مهم جدا، ولكن في خلال في صورة تجارة بتلعب دور في الرقابة، ولكن في يعني في شركات بتنشأ لهذا الغرض، في تجارة غير مشروعة في الأسلحة، في تجارة غير مشروعة في المخدرات، في اعتداء على الحياة البرية في أفريقيا وإتجار في كثير من أنواع الأخشاب والحيوانات اللي ممنوع التجارة فيها. وبالتالي يعني دي أنواع من الجرائم الحقيقة لازم كلنا نعرفها، يعني فكرة الإتجار في الحيوانات الموجودة في الغابات في أفريقيا، وزادت مع جائحة كورونا لأنه كان في تركيز على حماية الحدود ومنع السفر ومواجهة الوباء، وفي الكثير من القرى والأماكن الفقيرة اللي حول الغابات، فحصل اعتداء على الحياة البرية والحياة النباتية والحيوانات ومحاولات للتهريب. مش بس كده، لكن للآثار أيضا في بعض المناطق الأثار. في زيادة في تهريب الآثار وفي اعتداء على الأصول الثقافية. كل دي بتؤدي إلى أموال غير مشروعة ومحاولات بقى إخفاء هذه الأموال في صورة شركات وهمية، في صورة حسابات بأسماء وهمية، في صورة استخدام للقطاع المصرفي بشكل غير مشروع وهكذا. يعني تجارة الآثار على سبيل التحديد، ونحن يعني بلد أثري، كيف تتم أو حجمها قد إيه؟ من يقوم بها؟ لا، تقوم بها عصابات بتعتدي على الآثار، بتعمل على تهريبها خارج الدولة اللي فيها الآثار، وبتروح من خلال يعني طرق
مرور عبر دول مختلفة عشان تصل لبعض الأسواق اللي فيها ناس وفيها جهات مهتمة بشراء الآثار المهربة. بنجد ده دايما بيحصل في الأماكن اللي بيحصل فيها زي ما قلت نزاعات مسلحة، عدم استقرار بشكل أكبر. فسمعنا طبعا عن العراق ونهب متاحف ونهب الكثير من الآثار، اجتمعنا عن سوريا وما حدث فيها وغيرها من الدول اللي بتتعرض لهجوم إرهاب، بتتعرض إلى نزاعات مسلحة، بتتعرض إلى انقسامات، كلها بتبقى نقاط ضعف بتستغل. وأيضا طبعا لما يكون فيه ما فيش وعي، المجتمع لازم يكون فيه وعي بقيمة الآثار وأهميتها وندور كل واحد فينا إن هو يحمي هذه الآثار. مهم جدا تغليظ العقوبات وتشديدها، مهم جدا أن يكون فيه تدريب مستمر في كل المنافذ سواء البرية أو البحرية والمطارات والحدود حتى لا تتسرب الآثار إلى الخارج. ففي جزء فني وأجهزة للرصد، وفي جزء توعوي، وفي جزء تشريعي. طب وفيما يتعلق بالمخدرات، حضرتك قلتي انه مع هذه الجائحة حتى حصل نوع يعني اكبر من تعاطي المخدرات. ايوه احنا الحقيقة يعني بنشتغل عندنا حجم تجارة المخدرات قد ايه في العالم؟ صعب اقول لحضرتك يعني، ولكنها يعني في مليارات الدولارات اكثر من مليارات. لا حجم ضخم جدا حول العالم، اكثر الدول يعني يتتم فيها هذه الجريمة. يعني في مناطق بتخرج منها المخدرات، منطقة امريكا اللاتينية كولومبيا والمنطقة المحيطة فيها زراعات كبيرة جدا، افغانستان هي الدولة الاولى في العالم اللي بيتم فيها زراعة الأفيون وغيره، وهي مصدر دخل رئيسي في كثير من القرى والمناطق. ولكن في مناطق أخرى كثيرة من العالم، وزي ما قلت لحضرتك المخدرات بقى المخلقة والمصنعة الكيميائية دي في معامل كثيرة دي في كل دول العالم. حضرتك قلتي إنها يعني أشد خطرا على الصحة من حتى شديدة من الخطورة بالتأكيد. بتؤدي إلى الوفاة. طيب حجم الجريمة بقى في العالم؟ حجم الجريمة كبير جدا. هو أصلا ما أقدرش أقول لحضرتك حجم الجريمة، لأنه الجزء اللي بنشوفه واللي بيتم رصده واللي بيتم توقيفه دايما أقل كثيرا من الواقع. ولكن يعني زي ما قلت لحضرتك الآخر تقرير طلع عن أفريقيا يتكلم عن أموال مهربة قيمتها 80 مليار دولار، هي دي الخسائر السنوية لأفريقيا من حجم تجارة التجارة غير المشروعة وتهريب الأموال بشكل عام.